حققه يعني سلطان، مش كونه سلطان ولدي يعني، لا يعني كونه أول رائد فضاء عربي يقوم بهذه المهمة الطويلة على محطة الفضاء مدة 6 شهور، وكذلك المسير في الفضاء الخارجي، يعني هاي نقطة فارقة في تاريخ العرب والإمارات وله هو يعني، وهذا شيء يعني وبالله أنا أفتخر فيه يعني. والله سلطان ما كانت يعني تربية يعني خاصة له يعني، مثل حال إخوانه يعني الباقين، لكن الحمد لله هو كان من البداية يعني كان مجتهد، وكان يعني دائما من الشباب المميزين يعني، وكان توجيه يعني احنا لابد من التوجيه، كنا نوجه بعض يسمونه ونعطيهم مثله، والحمد لله احنا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى اول شيء، وبعدين لما خلص الثانويه والتحق في الجامعه يعني بدا يعني يبذل شوي جهد، فالحمد لله يعني خلص الجامعه باقل من 4 سنوات، وبعدين خلص ايضا ماجستير في سنه والدكتوراه في سنه اخرى. ما في شيء مستحيل، مثل ما اتكلم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدوله الله يحفظهم، ما في شيء مستحيل امام العزيمه والاراده، ما شيء يوقف يعني، ما في صعب، لكن ايضا ما في شيء سهل. التجارب اللي قام فيها هذه خدمه للبشريه حقيقه يعني، هو الحين نفسه سلطان يعني وضع نفسه كماده للبحوث هذه وللتجارب، يعني يعمل تجارب على نفسه، فاكيد هاي مردودها للبشريه وللامارات وللعالم يعني بشكل عام، اكيد لها يعني مردودات طيبه، وان شاء الله تؤدي الى نتائج طيبه، فالحمد لله. والله الرسالة اللي ممكن أوجهها للشباب هو الاجتهاد، هو الاجتهاد والجدية والمثابرة في أي مجال كان، في أي مجال كان، سواء كان في دراسة من البداية، سواء كان في عمل، سواء كان في تخصصات مختلفة. الشخص إذا لم يكن له هدف محدد وعنده عزيمة وإصرار على أن يوصل إلى الهدف اللي يباه ما بيوصل. فالشباب عليهم الحمد لله الإمكانيات الحين متوفرة، المعازيب والشيوخ والحكومة ما قصروا.